تتقلب على خدمه او لا غادي تقلب على خدمه وما عرفتيش باش تبدا وشنو هما لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا اللي تقدر تستعملهم. هاد الفيديو هذا ليك. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من الموسم الرابع ديال برنامج الكوتش اللي كنهضروا فيه على لي تكنيك دو ريشيرش دومبلوا. الا كنتو تفرجتوا في الحلقات اللي فاتت من البرنامج غتكونوا عرفتوا ان البحث عن عمل هو عمل في حد ذاته، عرفتوا كيفاش تصايبوا ان سي في بازيك، عرفتوا كيفاش تاميليوريو السي في الا كان عندكم. واليوم غادي ندوزوا للمرحله الثالثه. الا كنتي عارف راسك غادي تقلب على خدمه وباغي تقلب على خدمه وصايبتي السي في وبغيتي تبدا تقلب وما عرفتيش منين تبدا، هادو بعض التقنيات ديال البحث عن عمل بطريقه مختصره. التقنيه رقم واحد اللي كيعرفوها الناس كاملين هي انني نقلب سيغ انترنت. سوف كو باش نقلب سيغ انترنت فين غادي نمشي؟ واش غندوز نهار كامل وانا تنقلب؟ شنو هما لي سيت اللي غادي نقلب فيهم؟ اي انسي دو سويت. كاين لي سيت دو ريكروتمون، كاين لي سيت ديال لي كابيني دو ريكروتمون، كاين لي سيت ديال لي زونتربريز، كاين لينكد ان، وكاين بزاف ديال لي سيت انترنت اللي فيهم لي زوفر دومبلوا. ولكن صعيب انك كل نهار تدخل لواحد 10 20 30 40 100 سيت انترنت وتبقى تشوف كل نهار واش حطوا شي اوفر جديده او لا. التقنيه هنا بسيطه جدا، غادي تفيزي شنو هما الشركات اللي بغيتي تخدم فيهم، غادي تفيزي شنو هما لي سيت دو ريكروتمون الاكثر فعاليه في المغرب، غادي تفيزي لي كابيني دو ريكروتمون وتشوف لي سيت انترنت ديالهم وغتدخل لهم مره 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 وحده كل واحد، وغادي تخلي السي في ديالك في واحد البلاصه سميتها سي في تيك الا كاينه في سيت انترنت، سينو غادي تخلي لادريس ايميل ديالك في النيوزليتر باش يوصلوك لي زانونس اولا باول، وما تضطرش انك كل مره تجي تدخل لهم تيولي داكشي كامل كيتكب عندك في لا بواط ايميل ديالك. التقنيه الثانيه هو انك تمشي لي كابيني دو ريكروتمون اللي الخدمه ديالهم انهم يلقاو لك خدمه، لان تيربحوا الفلوس فاش كيخدموا شي واحد في شي شركه، كتحط لهم السي في ديالك، كتعرف شنو هما لي بيزوان اللي كاينين اكثر، كيخدموا معاك على السي في، كتهضر معاهم شي شويه تعرف فين كاينين لي زوبورتونيتي، كيسكو تو بو اميليوري باش تقدر انك تكون او ميم طون كتافونسي فيغ لا ريشيرش دومبلوا، وهما تيربحوا واحد لو بروفيل زوين سورتو الا كانوا عندك دي كومبيتونس ريشيرشي. لا ميم شوز بالنسبه لي زاجونس دانتيريم، ديروا اجونس دانتيريم ماروك غيخرج لكم بزاف ديال لي زاجونس اللي الدور ديالهم انهم يخدموك عندهم لصالح شركه اخرى اللي ما بغاتش تخدم الناس ديريكتومون. وهاد لي زاجونس دانتيريم تيكون عندهم بارفوا دي بروجي اللي فيهم غير ويكاند سيمانه او لا شهر بالنسبه لي زيتوديون اللي بغاو يعمروا السي في ديالهم يجمعوا شويه ديال الفلوس وي اميليوريو لي كومبيتونس ديالهم. التقنيه رقم 4 هو انك تحط السي في ديالك مباشره، غير واخا تتاكد ان السي في ديالك تحط عند الشخص المناسب اللي كيتريتي لي كونديداتور، ماشي عند اي واحد تلاقيتيه ولا اول واحد تلاقيتيه اللي يقدر يكون ما مسؤولش على داكشي او لا ما عندوش القدره انه يوصل السي في ديالك. التقنيه الخامسه هو انك تحضر لي زيفينمون باش تعرف على ناس، تاخذ لي كارت فيزيت. الا كنتي اي تي كاين الفوروم ديال اي تي، الا كنتي كتخدم في لاغريكولتور راه كاين الفوروم ديال لاغريكولتور، لوطوموبيل كاع لي فوروم كاع لي زيفينمون كاع لي كونفيرونس اللي عندهم علاقه بالدومين ديالك ولا ميم با تمشي ليهم باش تعرف على الناس، تاخذ لي كارت دي فيزيت اللي عندك يو كارت دي فيزيت تبريزونتيها. المهم تقرب من سوق الشغل وتعرف شنو هما الفرص، شنو هما الشركات، شنو هو الجديد في المغرب ديال واحد الدومين باش تعرف راسك فين غادي. ومن هاد لي فوروم هادو كنلقى بعض المرات فوروم دومبلوا اللي الشركات تيتجمعوا في واحد لوندغوا باش تيستقبلوا لي كونديدا وكيدوزو سكون ابيل ان سبيد اونتروتيان باش كيعرفوا نتايا واش تصلح ليهم وكيعطيوك ان رونديفو بار ان اونتروتيان بلوز الابوري باش يعرفوا لي كومبيتونس ديالك. بزاف ديال الناس كيمشيو تما وكيرجعوا ديجا بان اوبورتونيتي دو ترافاي، او موان الا ما رجعتيش بان اوبورتونيتي دو ترافاي غتكون جربتي راسك وعرفتي شنو واقع في سوق الشغل وشنو خصك تاميليوري. وسادس واخر تكنيك دو ريشيرش دومبلوا واللي كنعتبرها اكثر تكنيك كتخدم في العصر اللي كنعيشوا فيه دابا اللي هي لو ريزوتاج، لو فيت دو كريي ان ريزو، ديلارجير سون ريزو، دونتروتينير سون ريزو افون ديكسبلواتي هاد لو ريزو. اي لو برينسيپ اي تري سامبل، نتايا دابا كتقرا في واحد ليكول، في هاد ليكول هادي معاك مجموعه من الطلبه اللي من هنايا 5 سنين كلهم غادي يكونوا خدامين كلكو باغ، شي خدام هنا شي خدام هنا شي ما خدامش. اي دونك داك اللي ما خدامش فاش تيقلب على خدمه il peut faire appel à son réseau باش او موا يقولوا ليه واش كاينه اون اوبورتونيتي، يحطوا ليه السي في المكان المناسب او لا اكثر من هذا انهم يريكومونديو ديريكتومون لان تيعرفوه وتيعرفوا ليه بيزوان ديال الشركه، الشركه تثق فيه وهو تيثق فيك. دونك كنفيزيونيو هاد الثقه هادي باش نريكروتي واحد الانسان اللي هو جدير بالبوست بلا ما نخسروا ديك بزاف ديال السيفيات بزاف ديال ليزونتروتيان بور سيليكسيوني. وهنا ردوا البال ما تنهضرش على لو كو دو بيستون، يعني الانسان اللي غيخدمك غير حيت تيعرفك، غيخدمك حيت تيعرفك وحيت تيعرف لي كومبيتونس ديالك. اي دوكو لي كومبيتونس ديالك هما لا باز، المعرفه ديالك به هي اللي كتاكد لذاك الشخص والشركه اللي كيروكومونديك ليها انك انسان ثقه. هذه كانت نبذه سريعه جدا على تكنيك دو ريشيرش دومبلوا، غادي نديروا لايف عاوتاني في الاخر ديال السيمانه باش نجاوب اون ديتاي على كل تكنيك كيفاش كنستعملوها. والا بغيتوا تربحوا الوقت وتعمقوا اكثر وتستافدوا من اكومبانيمون بيرسوناليزي، ما عليكم الا تدخلوا لهذا الجروب، هذا اللي كاين في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو،
تفرجوا في واحد لا فيديو اللي كنشرح لكم لو بروغرام دو كوتشين فيديو باش ناكومبانيوكم مده ديال شهر ونص باش تقادوا لا كانديداتور ديالكم باش توجدوا راسكم بلا فاصون لا بلو بريسيز بوسيبل. نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نهضر لكم على لونتروتيان دونبوش. من هنا الفيديو الجاي تهلاو في راسكم.